اهلا بيكم. حقيقي يمكن احداث متلاحقه صعبه وصعبه شهدتها البورصه المصريه خلال الاسبوعين اللي فاتوا، على الرغم من وجود طرح كبير وطرح شركه اي فاينانس اللي اشدنا بيه كمان في الحلقه السابقه، ولكن هناك احداث مش عارف في كبوه كده للبورصه والمتعاملين في البورصه المصريه، والاسهم حتى النهارده بتشهد تراجعات كبيره، قرارات فجائيه بتصدر، ترقب لحسم موضوع الضريبه الارباح الراسماليه، كلام من كافه الاطراف. احنا دايما زي ما عودناكم بنحاول ان احنا نلقي الضوء على المشكله ونقدر نلقي الضوء على الحلول اللي ممكن تؤخذ او تتخذ لمواجهه هذه الازمات. معنا ومعاكم على الهواء مباشره خبير اسواق المال الاستاذ ايهاب سعيد، ضيفا عزيزا علينا. اهلا وسهلا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بالساده المشاهدين. منور. الله يخليك فندم. طبعا دي حضرتك يعني ظهور في توقيت مهم جدا كعادتك دائما. حظي دائما معانا. طيب تفسيرك لاسباب هبوط البورصه خلال الفتره الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه لازم طبعا نتوجه بالشكر لفخامه الرئيس على القرار اللي لسه صادر دلوقتي فيما يتعلق بالغاء ماده حاله الطوارئ، وان احنا نشيد بهذا القرار. احنا قعدنا 30 سنه في حاله الطوارئ في ظل النظام السابق، فبالتالي يعني ده قرار تاريخي اظنه، واتصور ان هو هيبقى ليه اثار في منتهى الايجابيه، لان انت في ظل الاوضاع اللي حوالينا دي كلها واللي بيحصل مؤخرا في كل الدول اللي حوالينا، وتدي رساله بهذا الشكل في ان مصر خلاص ما بقتش فيها حاله طوارئ، يعني ده ما فيش بعد كده يعني. تمام. فبالتالي ده يعني انا شايفه حاجه، شايفه هينعكس ايجابا على المناخ الاستثمار وتقييم مناخ الاستثمار. طبعا 100% اكيد، يعني لان زي ما قلت لحضرتك لما بتيجي تقارن الوضع بالاوضاع اللي حوالينا طبعا امر في منتهى الاهميه في منتهى الايجابيه يعني. جميل. نيجي بقى للموضوع البورصه، فيعني البدايه لازم نقول طبعا كان الله في عون كل المتعاملين يعني. لأن شهادته البورصة على مدار الأسبوع اللي فات حاجة أصعب من الصعوبة، تراجعات حادة جدا، وكان كلنا أمال زي ما حضرتك أشرت في البداية إن مع عفوا مع عودة الطروحات الحكومية ممثلة في إي فاينانس إن يبتدي يبقى في فوائد للسيولة والسيولة تضخ في السوق مرة تانية، وزي ما شفنا كده كان فيه في حدود 5 مليار جنيه اتحطوا فيه كمقدم من الأفراد على نسبة الاكتتاب ال 25%، كنا بنقول لو رجع منهم بس نص مليار واتضخوا في السوق يعملوا عامل او فرق كبير قوي، لكن فوجئنا طبعا ان اللي حصل العكس. في اسباب طبعا زي ما حضرتك عارف، في اسباب حصلت خلال الاسبوع اللي فات، وكان طبعا من ضمنها موضوع الاكواد، بعيدا عن موضوع ضريبه البورصه، يعني ضريبه البورصه ده موضوع بنتكلم عليه بشكل عام دي قصه ثانيه، لكن اللي حصل الاسبوع اللي فات وانا يمكن علقت عليه في احدى القنوات وقلت ان موضوع يعني تعليق الاكواد او ايقاف الاكواد ده في البورصه دايما بنقول او في الحياه عموما يقول لك ايه، ان تاتي متاخرا خير من لا تاتي. انا قلت في البورصه ما ينفعش الكلام ده، يعني طالما هتاتي متاخرا يبقى بلاش تاتي. صح. فلما اجي اسيب اسهم تطلع لفتره طويله جدا وتحقق ارتفاعات قياسيه واحنا نصرخ على مدار الشهور اللي فاتوا لدرجه الناس كانت بتزعل مني، يعني كانت الناس بتقول لي انت مش عايز الاسهم تطلع، انت بتكره اسهم السبعين. كل ده نسيب الاسهم تطلع وتحقق قيم سعريه خرافيه، وحتى الان في غير مبرره. طبعا. وبعدين لما تيجي توصل الاسهم دي للمستويات السعريه ويجبر الافراد جبرا على انهم تدخل تشتري فيها، لان يعني احنا ليه مش قادرين نلوم على الناس قوي دلوقتي؟ لان المشكله في ان مفيش سوق اصلا، يعني مفيش اسهم قياديه اقول له مثلا اشتري فيها وبلاش الاسهم دي، لا السيوله كلها موجهه للاسهم دي لان القياديات متوقفه وما بتتحركش، فمش معقول واحد هيخش يشتري في سهم ما بيطلعش 2% في الاسبوع كل اسبوعين ثلاثه وقدامه سهم بيعمل 30 و40% في جلستين. بيجننوا الناس. بيجننوا الناس طبعا. فطبعا الناس دخلت في هذه الاسهم. طب طالما هم دخلوا وعملوا سيوله والسيوله اللي جت من ازمه الكورونا تم ضخها في هذه الاسهم، لو انا عايز اوقف او لو انا عايز اعمل الكلام ده كنت عملته من اول يوم حمايه لصغار المتعاملين. صحيح. زي ما احنا بنقول، لكن اللي حصل ان انا ما عملتش كده. ما عملتش كده بقى ليه؟ دي قصه ثانيه، ممكن يكون بسبب ان انا مش عايز ابقى متدخل في السوق عشان الناس ما تنتقدنيش ويقولوا ان انتوا بتتدخلوا وبتلغوا عمليات. ماشي هناخد ده مبرر، لكن ما ينفعش بقى في الاخر او معامل القرار ده طب الله ما انا كنت فين كل ده، يبقى المساله ما كانتش الهدف منها او ما كانش السبب الرئيسي منها
ان انا مش عايز اتدخل عشان ما اوقفش حاجه والناس ما تقولش بتتدخل. يعني في انا مش عايز اسمي شركات لكن دايما. اسهم وصلت لمستويات 1000% و800% حاجات غريبه يعني. ارقام خزعبليه يعني. مما ادى استدعى رئيس احدى الشركات يطلع يصرخ ويتكلم في مؤتمر ويتكلم يعني زي كذا يعني مثلا. انا مش يعني عايز اتكلم برضو على القصه دي لان الحته دي ضايقت الناس شويه في موضوع اصل البورصه ما فيهاش مليارديرات ولا حاجه ولو كان فيها مليارديرات هيبقوا واحد او اثنين لكن السواد الاعظم من الناس هم اللي حضرتك شفتهم على الصفحه النهارده وهم اللي شفتهم يعني الناس والناس بتعرف احنا بنتكلم ومصلحتها برضو يعني هي يعني هي حقهم بصراحه حقهم طبعا. حقيقة الناس دخلت في الاسهم اللي من النوعيه دي جبرا يعني انا مش لاقيين بديل بالظبط امن يعني انا كنت بتكلم على مدار الفتره اللي فاتت اقول له طب اجني ارباح شويه يعني اخرج شويه من الاسهم دي فبيجي يخرج يلاقي الاسهم بتطلع اكتر فهيتجنن بالظبط. فالطلوع كمان مش طبيعي يعني ما احنا بنلاقي بال 40% في 50% في جلستين ثلاثه. ايوه صحيح ممكن تنزل وكلنا متفقين ان هي ماليا ما تسواش هذا الكلام لكن انت بتكلم ناس اصلا خسرانه يعني ناس اصلا عندها خسائر من زمان عايزه تعوض. ايوه وعايزه تعوض الخسائر فبتضطر اوتوماتيك ان هي تاخد الريسك العالي ده. لو كان السوق رجع نزل طبيعي ونزل عمل تصحيح كنا ممكن نلوم وممكن نقول اه ما انتم ما جنتوش ارباح وانتم ما خرجتوش والكلام ده لكن لما يبقى في حاجه زي كده لا يعني كده الامر يختلف تماما يعني. طيب يعني بمناسبه القرارات هل من الطبيعي ان حضرتك كمسؤول في المسؤول في عام اداره ملف بورصه او سوق مال انك تطلع قرار مفاجئ لتعديلات لحدود تعدل قاعده التداول والايقاف في وتطبقها في نفس الجلسه وفي نفس اليوم في نفس اللحظه؟ هو في قرارين القرار بتاع القايمة دال وده أنا شرحته برضو في إحدى الحلقات وقلت إن تحويل الأسهم من القايمة ألف للقايمة دال أكيد كان له أسبابه يعني لجنة القيد أكيد كان عندها أسبابها الكافية إن هي تاخد هذا القرار لأن أنا كنت في لجنة القيد وأنا في عضو مجلس إدارة البورصة وبالتالي عارف الإجراء بيتم إزاي وعارف إن بيبقى فيه مراعاة قصوى للمتعاملين اللي موجودين في كل سهم على حتة طبعا قبل ما يتخد اي قرار فلازم يكون حاجه صارخه هي اللي ادت ان الاسهم تروح للقايمه دال. نعم. وما علمته بعد كده ان في مشاكل يعني فبالتالي الاسهم راحت لهذه القايمه. مش عايز اقول ان هو ده برضو اللي كان السبب الرئيسي انا بالنسبه لي موضوع الاكواد ده هو اللي كارثي بصراحه طبعا. لانه الاكواد ده جه في وقت والاسهم في قمم يعني ده مش منطق انا المفروض اعمل الكلام ده والاسهم في القاعه مش في القمه. تمام. فدي ده كان قرار القرار ده له أثار الأثار دي إن زي ما قلنا برضو إن جزء من السيولة كان موجود في هذه الأسهم فأنت لما بتحول أسهم من القايمة ألف للقايمة دال مباشرة فبيتوقف عنها الشراء بالهامش نعم فالشراء بالهامش ده بيتم إعطاء مهلة للمتعامل أو المستثمر لمدة شهرين يوافق أوضاعه ويخرج أو يعني يظبط ما بين أسهمه اللي هي دخلت القايمه دال واسهمه اللي هي في القايمه الف بالتالي ان هو عشان يظبط عمليه الهامش فاللي بيحصل عمل ان الاسهم اللي بتخش قايمه دال دي بتنزل بشكل حاد جدا وبتحبس ناس في الاسهم الثانيه فنلاقي الاسهم الثانيه كمان تبتدي تنزل عشان الناس بتبيع فيها عشان تعمل توفيق اوضاع تمام. بالنسبه للاسهم اللي هي في القايمه دال فدي كانت برضو من الاثار اللي حصلت نتيجه لهذا القرار لكن انا ما اقدرش اقول مثلا ان القرار ده ما ينفعش كان يتاخد طب افرض فيها كارثه فعلا فعشان كده مش قادر اعول على القصه دي قوي لانه ممكن يكون فعلا كان في اجراء حتمي لازم يتم نعم. اجراء مع هذه الاسهم طبقا للقانون وقواعد القيد تمام وطبعا الافصاح يعني لكن الموضوع ده مع ايقاف الاكواد كان له اثر كبير جدا في نزول السوق لانه زي ما قلت اثر على بقيه الاسهم مش الاسهم بس اللي اتحولت لان الناس اضطرت تبيع فيها نيجي بقى اللي حضرتك بتشير اليه والحقيقه هنا يعني برضو عشان الواحد يبقى يعني مش عايز يبقى شكله يكون بينتقد المجلس وهو في يعني وانا براء او حد يقول لك ده يعني براء خرج بقى فبينتقد لا هي المساله مش كده خالص هو الموضوع انا دايما لما باجي اقيم قرار احط نفسي مكان اللي بياخد القرار تمام فيما يتعلق باللي حضرتك بتشير اليه بموضوع مد ال 5% وخليها 10% خليني اسال سؤال ببساطه شديده هل حضرتك هدفك ان الطرح بتاع اي فاينانس ينجح ولا ما ينجحش مفروض صح كده طبعا كلنا كل المتعاملين بالزبط. كان هدفهم ان الطرح لازم ينجح تمام ليه لازم ينجح لانه لو نجح حتى لما اكتتبش فيه على فكره لانه لو نجح الفوائد هتخرج منه وتدخل في الاسهم تطلعها ويحصل بالزبط. سيوله في السوق
وهتجيب مستثمر من بره، من بره السوق يعني. أيوة. سواء محلي او اجنبي. وشفنا في 2000 وشويه كود جديد اتعملوا مع اي فاينانس، فبالتالي في فلوس جديده هتيجي من بره وتدخل. اضف الى ذلك الاجانب، انت بتطرح شركات حكوميه عشان الاجانب تيجي تشتري فيها. تمام، صح كده؟ مظبوط. فانت عايز الاجانب دي تيجي وتاخد ثقه وتستمر معاك في السوق، ولما يسمعوا عن طرح جديد تاني بعد كده يجي يدخل فيه. فتعالى يعني ناخد الحياد زي ما بيقولوا. لو انا دلوقتي سبت القرار ده وما خدتوش في الوقت ده، كان ايه اللي هيحصل؟ السوق كان هينزل 5%، الجلسه هتتقفل، الطرح فشل. ماشي، صح كده؟ تمام. انتهى، مش فشل، انتهى، وانتهى معاه كل برنامج الطروحات خلاص. تمام. الموضوع اخطر بكتير من مجرد ان هو قرار اتخذ في وقت الجلسه ولا ما اتخذش. هو قرار نقدر نقول انه اضطروا لاتخاذه، يعني المجلس هنا اضطر لاتخاذه، لانه احنا هنا بنغامر ببرنامج الطروحات الحكوميه كلها. نعم. صح ولا غلط؟ لا غلط. ان انا اخده في وسط الجلسه، طبعا انا متفق معاك ان هو غلط. لكن في حاجه اسمها اقل الضرر، يعني انا لو ما كانش اتاخد القرار ده واتقفلت الجلسه نص ساعه بالمنطق، يعني يعني خلينا نفكر بالعقلانيه، يعني الطرح كان انتهى، الاجانب كانوا هيحصل عندهم حاله من الهجوم بعد ما يفتح التداول، هيحصل تخارج شديد جدا من الاسهم اللي دخلوا فيها، لان في اجانب جم جداد اساسا، فجاي جديد داخل يعمل اكتتاب، بص لقى مع الاكتتاب بيفتح السوق بيقفل نص ساعه ونازل 5%، يا خبر ابيض. تمام. فمش هيجي لك تاني، فبالتالي هتبقى مشكله كبيره جدا. هنا ده كلامي ليس دفاعا، انا بقول لك انا بتكلم بشكل عام من بره، ان لو كان السوق قفل يومها كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. هل ينفع القرار يتاخد في وسط الجلسه؟ لا، ما ينفعش، كان لازم يتاخد من قبل الجلسه احتياطيا، لانه كان باين من قبلها بيوم ان ده ممكن يحصل، ان السوق ممكن ينزل، لان احنا قبلها بيوم كنا بنتكلم على موضوع ايقاف الاكواد. أيوة. وكنا بنتكلم على موضوع القايمه دال، وبالتالي الصبح بدري كان يحصل اجتماع مجلس اداره ولو بالتمرير، هو حصل يعني بالتمرير في نفس اليوم ده، ويتم اتخاذ القرار ده. نعم. او يتم اتخاذه من يوم الثلاث من قبلها بيوم. ان يتفتح الحدود السعريه او توصل لل 10% عشان ما ينزل، وممكن يكون كده حصل فعلا، يعني ممكن يكون حصل الصبح قبل الجلسه ما تبدا، ولكن اعلانه في وسط الجلسه كان صادم، بعد ال 5% ما حصلت. تمام. لان هو الناس لقت السوق بيعمل 5 و6% والسوق ما بيقفلش، ثم لقوا قرار نزل عليهم انها بقت 10، طبعا الناس احنا هنهرج، فالناس اتجننت يعني. تمام. رد الفعل كان بالشكل ده، لكن لو هدينا وفكرنا فيه بالمنطق هنلاقي انه ما كانش له حل غير كده. طيب مين بيدفع فاتوره ده؟ مش دي بس، احنا ما بنتكلمش على ده بس، يعني هو حزبه القرارات طبعا. طبعا، ما انا عشان كده قلت حاجه، انا بديت كلامي الله يكون في عون المتعاملين في السوق. تمام. ان هو على مدار الاسبوع اللي فات ده كله شال يعني حاجه ما لا تحمله بشر زي ما بيقولوا فعلا يعني. طيب. في اسهم نزلت بال 50 و60% و70%. طبعا. فطبعا ده يعني في محافظ ايه ده، معظم المحافظ تلاشت تماما، خاصه اللي واخد هامش وبتاع، فطبعا هو اللي تحمل هذا الامر. لكن انا زي ما قلت لحضرتك ايه، في قرارات بتبقى الاقل الضرر، يعني انا موضوع ال 5 و10% ده مش عامله يعني مش بخطوره موضوع الاكواد مثلا. طبعا. لانه ده كان قرار لابد منه عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. جميل. ونتيجته ما كانتش سلبيه قوي، يعني السوق بعديها حتى رد، عارف لو كان السوق كمل نزول ووقف 10% كانت هتبقى قرار بقى ملوش اي 30 لازمه. يعني خدنا قرار وحصلت المصيبه كمان، فالسوق رد بعديها، فدي كانت يعني الى حد ما هونت شويه من ان هو يتاخد في نص. طيب. الجلسه التعاملات على اسهم اي فاينانس كان كبير للتساؤل، هل حجم التعاملات كان طبيعي؟ طبيعي مين طبعا، مين اللي باع، مين اللي اشترى، مين طبعا الكوصول. طبيعي، لان ده يعني اكتتاب حكومي حضرتك، من 16 سنه لم يحدث ان يبقى في اكتتاب حكومي وبالحجم ده، زي شركه بهذا القدر وبهذا الحجم. فكل انا لما يعني كلموني بعض الاصدقاء والزملاء الصحفيين قبلها بيوم، على قبل يوم الطرح او يوم ما يتم التداول، يعني قلت لهم هيبقى السوق بكره اول نص ساعه 90% اي فاينانس و10% بقيه السوق، ده امر منطقي طبيعي. تمام. جدا، زي ما حصل في طلعت مصطفى، زي ما حصل في اعمار، مع الفارق انهم مقطع خاص، ما بالك بقى ده طرح حكومي وعليه اقبال كبير جدا، فكان طبيعي طبعا ان انت هتلاقي التعاملات الكبيره دي. هو اللي كان بس مفاجئ الارتفاع
ارتفاع سعر السهم أكثر من 50%. بالظبط. ده إيه اللي يبرره ده فعلا؟ يعني الحقيقة أنا ما عنديش تبرير مالي ليه، لأن أنا يعني زي ما حضرتك عارف فني أو مالي يعني. لا يعني هو الفني دايما ما بيعنيهوش ما يبرر الحركة. تمام. بيعني إن الحركة حصلت. نعم. وحتى لما كان الناس بتكلمنا في التسعير وهو ب 14 جنيه مطروح للاكتتاب، كنا بنقول إن السوق هو اللي بيقيم. نعم. يعني دايما السوق العرض والطلب هو اللي بيقيم، هو السعر العادل أو التسعير العادل لأي سلعة في الدنيا هو متفق عليه الطلب والعرض. أنا يفيدني بإيه لما حضرتك تقول لي إن المكتب ده قيمته 10 مليون جنيه، لكن لما تيجي تطلب فيه مليون جنيه محدش يشتريه. تمام. يبقى إيه قيمة إن هو ب 10 مليون؟ ولا حاجة. ولا حاجة خالص. فما اتفق عليه الطلب والعرض هو القيمة العادلة. طب سؤال، ليه السبب إن أغلب التعاملات على سهم إي فاينانس كانت بتقوم على مجموعات مرتبطة يعني؟ لا أنا يعني مش عارف إذا كانت مجموعات مرتبطة ولا لا، لكن هي معظمها كانت تقريبا يعني من الأجانب. معظمهم باع الأجانب. طبعا. ليه يعني بقى السبب؟ أمر طبيعي. امر طبيعي حقق مكسبه وخلاص. طبعا، لانه اول اكتتاب بعد فتره طويله جدا، وهو اصلا ما عندوش ثقه قوي في الاستثمار غير المباشر عن طريق الدخول في سوق الاسهم. تمام. لانه كل التعاملات قبل كده كانت في السندات، وقليل قوي لما بيجي مستثمر من بره عشان يدخل في سوق الاسهم من سنين طويله ما حصلتش. فبالتالي طبيعي جدا ان هو هيبقى داخل وعايز يبيع في اول يوم. بعض الناس قال لك انت المفروض كنت تعمل عليهم فترة حظر ان هو ما يبيعش خلال الفترة الأولى. ليه تعمل عليه فترة حظر؟ ليه؟ ما تسيبه يبيع ويكسب، وانا جايبه ليه الأجنبي ده يعني؟ هو الأجنبي ده انا جايبه عشان يحط لي فلوسه ويخسر؟ بس السعر النهاردة اعتقد تراجع. امر طبيعي، ما هو لازم هيتراجع مع تراجع السوق كله. لو السوق هيستمر في التراجع؟ لو السوق فضل بيتراجع كده هيحصل هيكمل تراجع طبعا. لو السوق فضل مضغوط عليه كده يعني. امتى يستقر سهم اي فاينانس؟ هل هيكون له وضعيه خاصه بعد الشهر زي نتكلم الاسهم لا بعد استقرار. الشهر اللي هو موضوع حمايه السهم ده. التسعير الحقيقي للسهم يبان. توقعاتك؟ يعني انا اتصور ان هو هيبقى في منطقه، مش عايز اتكلم في اسعار يعني. حاضر. مفيش داعي عشان الناس ما تتخضش وتقول لك ايه، لكن خلينا نتكلم بعد الشهر ما ينتهي. بعد الشهر ما يخلص هيبان كل حاجه. حمايه السهم بالظبط كده. تمام. طب انت شايف وجهه نظرك طرح اي فاينانس و ممكن يشجع الحكومه على بدء في برنامج الطروحات الحكوميه اللي بقى 3 سنين؟ طبعا. بس تخيل بقى لو كان السوق قفل 5% تحت. تمام. كان ايه اللي هيحصل؟ خلاص. ما كانش في طروحات تاني خلاص، او بقى نقعد سنه سنتين تاني ما فيش طروحات. طيب ده سؤال بقى، طالما ان احنا بنتكلم عن طروحات وبنتكلم عن قرارات بتتاخد إذ فجاه يعني، وقرارات للأسف يعني تتابعت في أيام ورا بعض، هل ممكن إن احنا نرى هذه القرارات في مع كل طرح مثلا يعني يكون عندنا؟ لا 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 يعني ده أنا ولا هل هو اللي بيدير السوق مش عارف إن في طرح إي فاينانس بعد يومين؟ نفصل بس بين القرارات يعني. احنا نفصل ما بين القرارات اللي حصلت قبل نزول الطرح والقرار الأخير اللي هو بتاع 5 و10%. ال 5 و10% ده يعني على ما انا علمت بعد كده ان هو ناتج وطبيعي لبعد ال 20% الحركه السعريه بتاعه الاسهم. لو احنا نرجع بالذاكره ل 2011 كان في اجراءات احترازيه تم اتخاذها. هذه الاجراءات الاحترازيه كلها الغيت. كان اخرها ايه؟ ال 10% تحرك للاسهم وال 5% مؤشر اي جي اكس 100. تمام. ال 10% على الاسهم و 5% على اي جي اكس 100 يقفل لو نزل اكتر من 5% او نزل 5%. فتم تعديل ال 10% دي وبقت 20، رجعت للاصل اللي كانت عليه قبل 2011 قبل. نعم. الثوره. فالطبيعي بقى لما هي رجعت لل 20% انه يتشال اصلا ال 5% دي. هايل. يعني تتشال اصلا. تمام. ال 5% دي لان ده كان اجراء احترازي اساسا. فاداره البورصه قالت لك ايه؟ طب ما انا بدل ما الغيه واشيله خالص كاجراء احترازي انا اخليه 10%. ده تصوري يعني. تمام. انا مش معاهم فانا مش عارف، بس لا انا بقول لك ده تصوري لان هو اصلا من الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده في 2011. وكان لما كنا احنا حتى موجودين كان من ضمن الاهداف ان احنا نلغي كل الاجراءات الاحترازيه دي عشان السوق يرجع طبيعي بقى. طيب. مبقاش في اي مشكله. والناس تلغى الاجراءات الاحترازيه ممكن لحركة كنت اشرت ان احنا في صحيح. البورصه فهي لما بتتشال بتحس يعني. طبعا رغم ان احنا بنتعايش معاها فبنفتكر ان ده هو الواقع. طبعا. ولكن لما بتتشال بتحس ان فعلا في اختلاف يعني زي ما قلت حياتك. هي كان الهدف من سنوات الحقيقه ان احنا كنا عايزين نشيل الاجراءات الاحترازيه دي واتشالت معظمها زي ما قلت حياتك، وكان اللي فاضل هي موضوع ال 10% وال 20%. المجلس الجديد خد ال 20% يعني رجع النسبه بتاعه الحركه لل 20%.
اللي كان متبقي فقط هي ال 5% بتاعت مؤشر اي جي اكس 100، وانا كان رايي حتى من وانا كنت في المجلس ان احنا نلغيها اساسا، خلاص بقى ملهاش لازمه. فالمجلس الحالي ارتأى ان احنا لا، ممكن نخليها 10% بدل ما تبقى هي 5%، تبقى متماشيه مع ال 20% بتاعت الاسهم. لكن طبعا عشان برضو يعني ما يبقاش الناس تقول لك ده بيدافع وبيقف جون والكلام ده، لا، التوقيت بتاع القرار طبعا عليه يعني عليه معول كبير. طبعا يعني أكيد. له يعني ازمه كبيره، ولكن زي ما قلت لحضرتك كان لابد منه وما كانش له اي حل. جميل. لان مش من مصلحتي ولا من مصلحه حضرتك ولا من مصلحه المتعاملين ولا مصلحه اي حد ان طرح اي فاينانس يفشل. في ناس بتحمل الطرح ان هو سبب نزول السوق. او ان هو يعني زي ما بيقولوا كده ايه، هو اللي خد الشو كله على حساب السوق، على حساب الاسهم التانية. على حساب الاسهم التانية. هو طبعا ده سحب سيوله، امر منطقي وطبيعي. لكن الـ مش من مصلحتنا انه كان يفشل، ومش من مصلحتنا انه يفشل خلال الفتره اللي جايه. بالظبط، دي حقيقه. يعني ده بالعكس فاتحت خير على بالظبط كده، لان هيطرح تاني. مش احنا كلنا كنا بالنادي الحكومة انها تطرح على طول وبنلومها على التأخير. بالظبط، كلنا كنا خايفين قبل الطرح من ايه؟ طبعًا. من التسعير. طيب السؤال بقى هنا فندم، احد الناس المتابعين كان بعت استفسار كده بيقول يعني او نقطة، بيقول ان مجلس ادارة البورصة ما فيهوش ممثل عن المستثمرين. ايوه. رأي حضرتك ايه؟ هل ده امر مفيد ولا مش مفيد، ولا ده يعني هل هذا المطلب او هذه النقطه في محلها؟ طيب هو ده تساؤل كتير قوي بيطرح. على فكره، بس هو الحقيقه هو يعني ايه تعريف المستثمر؟ يعني هو ايه تعريف المستثمر؟ قد يكون قصده المستثمر الفرد مثلا. يعني ما هو اللي في البورصه دول ما هو مستثمرين. يعني هو اللي بيشتغل في شركه سمساره ده ايه؟ مستثمر. مستثمر يعني انا مش عايز اسميهم، يعني ما كلهم مستثمرين. تمام. وكلهم موظفين في شركات. كويس. فبالتالي هم اصلا في الاصل مستثمرين. ما هو لازم انا اعرف بس الاول ايه هو المستثمر. هو المستثمر ده اللي هو بيكتب على الفيسبوك، يعني اللي هو مشهور على الفيسبوك. تمام. فيبقى نجيب له حد ينتخب وبالتالي يخش يبقى ممثل للسمسرة، او ممثل عفوا للمستثمرين. لا، هي الفكره مش كده خالص. يعني هو ايه اللي ممكن اصلا يكون اتاخد مش مظبوط مثلا، فيدخل ممثل على المستثمرين يظبطه؟ ما هو الناس اللي جوه دي مستثمرين. تمام. يعني احنا عايزين ننظر للامر بالشكل ده. كل ممثلي شركات السمسرة، كل اللي بيشتغلوا في شركات السمسرة كلهم بيتداولوا في الاسهم، الا انا بس ما عنديش محفظه، لكن الجميع بيتداول في السوق. فالجميع من مصلحته ان السوق ما ينزلش. وحتى اللي بيشتغل في شركه وساطه وما عندوش محفظه برضه مش من مصلحته ان السوق ينزل. فبالتالي انا مش شايف لها برضه معنى قوي ان موضوع يبقى لازم يكون في، ممكن يبقى في جمعيه للمستثمرين، امر طيب ومحمود وجميل جدا، زي ما في جمعيه مثلا للسماسره، وفي جمعيه للمحللين الفنيين، وفي جمعيه للمحللين الماليين، يبقى في جمعيه للمستثمرين، مفيش مشاكل. لكن مساله انه يبقى موجود في البورصه، ما اللي في البورصه كلهم مستثمرين. طيب النهارده الناس تتكلم، او قبل ما ننشغل بموضوع الاكواد واي فاينانس والقصص دي كلها، كنا متابعين موضوع الضريبه. صحيح. ونتطلع الى مجلس النواب، وكان في مناشدات كثيره جدا حتى للسيد رئيس الوزراء بهذا الكلام، ولكن كان التركيز كله في مجلس النواب. يعني هل في كان اجتماعات او صحيح ماذا تم في هذا الموضوع؟ يعني هو في بعض السادة الأعضاء تقدموا بمقترحات وطلبات لرؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمناقشة موضوع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إعادة النظر فيها بأي شكل من الأشكال. وعلى ما سمعت برضو أن كان في بعض الاجتماعات تمت خلال اليومين اللي فاتوا حول هذا الأمر. لكن أنا برضو كان ليا رأي في القصة ديت، أن أنا قلت ان الضرائب بالذات غير اي قانون تاني. يعني ما هو الضريبه لا تفرض ولا تؤجل ولا تعدل الا بقانون. لكن الضريبه دايما لازم بتكون بمقترح من وزاره الماليه. ليه؟ لان هي اللي قدام. وزاره الماليه دي وزاره سياديه، من اهم الوزارات السياديه في الدوله. فبالتالي لازم يكون هي الوزاره اللي بتطلع المقترح، لان هي اللي عندها البيانات وهي اللي عندها الامر كله، وهي اللي تقدر تقول او لا. صح كده. المجلس النواب مع كامل الاحترام والتقدير يناقشها ويقول لها مثلا ليه وبتاع وكل ده، لكن في النهايه دايما بيكون المقترح جاي من وزاره الماليه نفسها، الجهه اللي هي من الجهه. عشان كده انا انتقدت الراي اللي قالته السيده نائب رئيس معالي وزير الماليه لما قالت ان احنا جهه تنفيذ، ولما قالوا حتى معالي الوزير،
احنا جهه تنفيذيه وليس جهه تشريعيه. صحيح حضرتك جهه تنفيذيه وليس جهه تشريعيه، لكن القانون ما بيصدرش الا بمقترح من معليك. لانك لما ابقيت الضريبه عند 1.5% بدل 1.5% ضريبه الدمغه بدل 1.75 كان بمقترح من وزاره الماليه. لما طلع قانون ضريبه الارباح الراسماليه في 2014 كان بمقترح من وزاره الماليه. لما طلع التاجيل لحد نهايه 2021 الاخير ده اللي هم اللي اتقال ان الجمعيه المصريه هي اللي طلبت الموضوع كان بمقترح من مين؟ ما هو معنى ان هي طلبت من مين؟ من الوزاره. يبقى الوزاره هي اللي عملت ايه؟ هي اللي تقدمت بالمقترح. يبقى مفيش حاجه اسمها بقى هي جهه تنفيذيه مش جهه تشريعيه، هي هتتقدم بمقترح ونظرا، مش ما بنقولش ان المجلس هيبصم عليه، لا هو نظرا لان هي ادرى بالظروف فالمجلس بيوافق على مقترح وزاره الماليه لانها ادرى بهذا الامر. فتعديل اي قانون على الضريبه اتصور ان هو مش هيبقى من المجلس فقط، لازم تكون الوزاره كمان موافقه عليه، والافضل ان هي اللي تكون المقدمه الاقتراح، وانا مستبعد ده عشان يعني ابقى واضح مع حضرتك. تستبعد تقدم، استبعد ان معالي الوزير هيقدم مقترح او هيوافق اصلا على انه ياجل الموضوع، لانه واخد الموضوع بشكل تاني خالص، مش بشكل يعني منطقي، وانا اسف ان انا بقول كده بس ده اللي واضح للكفه. يعني المساله متاخده يعني بنقول ان ضريبه الدمغه بتجيب فلوس اكتر، طب انت شفت اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا والاسبوع اللي فات؟ اسبوع واحد بس من اللي حصل ده، والله اسبوع واحد بس هيضيع ربح السنه كله. اسبوع واحد ايه؟ جلستين ثلاث واربع اللي حصلوا دول هيضيع ارباح السنه كلها، هتيجي انت تاخد منه ضريبه في اخر السنه هتلاقي صفر. بالزبط. طب انت استفدت ايه؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. ورجعنا نقول تاني يا جماعه، المستثمر ما هوش ما بيدفعش ضرائب. مين اللي قال ان مستثمر البورصه عايز يهرب من الضرائب؟ انا سمعت الكلمه دي كتير قوي. مين قال الكلام ده؟ مستثمر البورصه اكتر واحد بيدفع ضرائب، بيدفع ضريبه على شركته، ما شركته دي مش بتدفع ارباح الشركه اللي هو مستثمر فيها دي، ولا هو مجرد ان هو واحد اشترى ورق جرايد يعني. ما هو اشترى سهم يعني مساهم، فاشترى سهم ومساهم يعني شريك في الشركه، بقى شريك في الشركه. الشركه دي بتدفع ضرائب وبتدفع تامينات وبتدفع كل اللي بتدفعه الناس، وبعد كده لما بيجي ياخد التوزيعات بتاعته، الكوبون بتاعه اللي هو ربحيته، بيدفع عليه 10% ضريبه، هو نفسه المستثمر بيدفع عليه 10% ضريبه. يوم كمان لما يتداول عليه ويكسب من الربح بتاعه الراسمالي يقول له افرض لك ضريبه، لا ده كمان لما بيبيع او بيشتري سواء كسبان خسران بيفرض عليه ضريبه. ودي بقى مش مثلا الدمغه ودي بقى مش مثلا هنتناقش في دستوريتها من عدمه، لا دي عدم دستوريه وفيها حكم صريح، اللي هي الدمغه دي فيها حكم صريح ان ضريبه اي ضريبه تسبب الى نقصان المال تبقى غير دستوريه. ليه؟ لان الدستور بيحمي المال الخاص، ده الف ب. فالضريبه دي بما انها بتفرض على عمليات خاسره يبقى بالتالي اوتوماتيك هي ضريبه غير دستوريه، لانها ممكن تؤدي الى تاكل راس المال. بعيدا عن القصه دي، ومع هذا المتعاملين او المستثمرين راضين بيها وقال لك احنا موافقين عليها، بس ما توديناش مصلحه الضرايب نخش في جدال مع مصلحه الضرايب، لان بقى اخر السنه لان ما ينفعش تتماشى مع، مش بس كده حضرتك، ما ينفعش تتماشى مع فكره البورصه. واحد عايز يكتتب في 10,000 سهم يجي بعد سنه كامله بعد ما اكتتب وكسب له 20,000 جنيه يلاقي البورصه، يلاقي مصلحه الضرايب بعتها له تقول له اصل انت كنت تعاملت من سنه وشهرين وكسبت 20,000 جنيه تعالى عليك ليهم ضريبه، يكون الراجل خد الفلوس واشترى بيهم مثلا عربيه ومشي بيها. هيحلف طلاق ثلاثة ساعتها ان هو مش هيرجع البورصة دي تاني. ضريبة ايه يا عم؟ ده انا نسيت الموضوع اصلا، ده مرة عملتها ومش عاملها تاني. فليه نعمل كده؟ ما الموضوع بسيط والناس كلها متفق عليه وموافقة عليه وعائده اكبر ومضمون، اللي هي الدمغة، اللي هي الدمغة، اللي هي كسبان خسران بالظبط كده، وبتجيب مليار جنيه، وبكلام معالي الوزير نفسه. طب انا ايه اللي يدخلني في الجدل ده كله؟ بس يعني انا بعتذر ان انا انفعلت يعني في الموضوع، لان انت بتعبر عن، لا لان الموضوع بصراحه الموضوع يعني حاجه يعني انا مش عارف في ايه يعني ايه الضريبه دي يعني. هو ما هي تتلغي يا ما تشوفوا يعني مش فاهم يعني ايه اهميه ضريبه الارباح الراسماليه دي قوي كده يعني يعني ايه المهم فيها قوي؟ هتجيب كام المفروض يعني؟ ما هي يا فندم ما انا قلت لحضرتك يومين اللي فاتوا دول الثلاث والاربع اللي حضرتك سالتني عليهم في الاول دول، والله هيطلعوا الناس بالسالب طبعا، ده كمان الخسائر بتترحل معاه سنتين ثلاثة، فبالتالي يعني انت هتقعد ثلاث سنين ما تاخدش منه حاجة، طب عليك من ده بإيه؟ يعني انت هتقعد ثلاث سنين ما بتاخدش منه ضريبة، لكن كل اللي سببته إيه؟ إن اللي كان عايز يخش البورصة مش هيخشها. لأنه هيبقى ليه ملف في الضرايب فمش هيخشها. سيبك بقى من إنك تقول لي لا ده اللي لازم يبقى فوق ال 5 مليون عشان يبقى له ملف، لكن المستثمر العادي يعني هناخد مصر مقص، مجرد ما يسمع إن في حاجة اسمها ضريبة مصلحة ضرايب مفيش واحد هيجي يشتغل في البورصة. الـ احنا قلنا برضو ان النهارده احنا ممكن لو انت بتنظر الى مليار 2 مليار من الضريبه المزمع تطبيقها دي
انت النهارده لو لغيت هذا القرار والسوق استجاب واترفعت التداولات بدل 700 مليون في اليوم وبقت مليار ومليار ونص او 2 مليار زي المعتاد، ايوه انت كده هتجيب اكتر كمان طبعًا من الارقام دي، بالعكس هتعمل سوق صحي. طبعا مش بس كده، انت مش هتجيب اكبر بس من الدمغه، ما احنا مش عايزين نبص تحت رجلينا يا جماعه. البورصه دي يعني البورصه انت دي انت كوزير ماليه هترفع دي وحدها اصول دوله. انت عارف حاجه، دي من احد المشاكل الرئيسيه ايه هي؟ ان مفيش وزير استثمار. تمام، لان لو في وزاره استثمار قد يوضح لمجلس الوزراء، مع ان يعني هشام بيه توفيق موجود يعني وله كل التقدير والاحترام وهو يعني استاذنا موجود في الحكومه، الموضوع ما هوش ضريبه وهو مش ده العائد يعني اللي هيجي لك من، انت مش ده اللي انت مستهدفه. انت مستهدف ان سوق المال ده يجيب لك استثمار غير مباشر، دي حقيقة، عشان في الاخر يتحول الى استثمار مباشر. احنا بنطرح الموضوع من وجهه النظر اللي يعني انا اقصد ايه؟ اقصد ان البورصه سوق المال ده اهميته مش انه يجيب لي مليار جنيه، مليار جنيه ايه وبتاع، انا عايز منه 10 مليار دولار. فهيجيب لي ازاي ال 10 مليار دولار دول؟ هيجيبهم لي لما يكون في سوق، انا بدعمه وانا سايب له مدي له محفزات. جميل. اخيرا بنتكلم عن سعر الفايده والاجتماع القادم الخميس القادم للجنه السياسه النقديه في البنك المركزي. الظروف مختلفه، راي حضرتك؟ انا اتصور ان هو هيلجا للتثبيت يعني، لكن مساله ان هو يرفع علشان التضخم اللي حصل ده، احنا ما ننساش ان احنا عندنا سعر فائده حقيقيه موجود، فارق كبير يعني ما بين التضخم وما بين معدل سعر الفائده في حوالي 3% تقريبا. فبالتالي التضخم اللي حصل ده هيبقى كل اللي عمله ان هو عوض جزء من هذه الفائده الحقيقيه. جميل. اللي موجوده في الوقت الحالي. جميل. فممكن يبقى الاجتماع اللي جاي ده تثبيت، لكن من المؤكد ان اللي بعده مش هيستمر تثبيت. تمام، هيبقى لازم في رفع حرك. لان جميل. التضخم قادم لا محاله. طيب اخيرا، رؤية حضرتك في انعكاس قرار إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء مادة حالة الطوارئ زي ما قلت لحضرتك في البداية، طبعا البورصة المصرية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام؟ لا ده طبعا ده قرار تاريخي، قرار تاريخي يعني ما حاجة في منتهى الأهمية يعني. طبعا ما ننتظرش يعني عشان أكيد. بس إيه بس ما ننتظرش بقى الصبح في تقييم المناخ الاستثماري لأي سوق الأمر بيختلف في الاعتبار. الأمر طبعا في حاجات تانية محتاجينها برضه أكيد طبعا، عشان إيه يعني في حاجات بقى في القطاع الخاص وعايزين دعم القطاع الخاص وتخرج الدولة من المنافسة والكلام ده كله، لكن ده قرار تاريخي مهم جدا في توقيت سياسيا أو على المستوى السياسي في منتهى الأهمية، في ظل ما بيعانيه اللي حوالينا كله احنا بناخد قرار زي ده، يعني بتدي رساله للعالم كله ان انت خلاص بلدك رجعت احسن مما قبل كمان 2011. جميل، يا رب ان شاء الله دايما نشوف بلدنا بالخير كده. شكرا استاذ ايهاب سعيد، شكرا ليك دايما انت صريح معايا حتى لما كنت عضو وزاره البورصه على فكره. انا والله على طول ما عنديش تغيير في رايي يعني دايما يعني. الحمد لله رب العالمين، بجد ده شهاده حق، والفيديوهات واليوتيوب كله موجود، ربنا يخليك. ولكن دايما قدر الناس اللي بتتصدر للعمل العام والمشهد، انا واخد على كده يعني انت كل التوفيق. شكرا ليك سعيد، شكرا لكل الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، كانت حلقه ممتعه ورائعه وبصراحه من امتع الحلقات اللي أنا ممكن قدمتها خلال الفترة الأخيرة. إحنا عندنا حاجتين دلوقتي، عندنا النهاردة في خبر مهم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزراء حاكم دبي قام بزيارة مساء اليوم الاثنين بزيارة الجناح المصري في إكسبو 2020، إكسبو دبي 2020. تفقد الشيخ محمد بن راشد الجناح المصري وتفقد أجنحته المختلفة، وكان في استقباله السيد محمد مغاوري المفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020. ده معنا تقرير هنشوفه، وبعديه هنخرج فاصل إعلاني ثم يعود معاكم برنامج أنا الوطن في تقرير مهم عن أحد الكيانات المحترمة الخاصة بالاستثمار وهو شركة البريد المصري. احنا كان البريد المصري التقرير يستعرض أهم استثمارات الشركة شركة البريد، وهي زي ما قلنا شركة عملاقة لها استثمارات متنوعة وبتطور أساليبها وقدراتها الاستثمارية بشكل مستمر وبتبحث عن فرص للمشاركة والاستثمار. أكيد تقرير بيهم كل رجال الأعمال والمستثمرين والمشاهد عشان نعرف التطورات اللي بتحصل في الإدارة المصرية للمؤسسات العامة. هي ده شيء محترم جدا. الجلسة البريد كانت على هامش مؤتمر الصعيد أرض الفرص ومستقبل الاستثمار والتنمية في مصر. نتمنى لكم إن شاء الله مزيد من الاستمتاع والمشاهدة والاستفادة من فقرات برنامجنا. حلقتنا كده انتهت، أسيبكم مع التقارير القادمة.
ونلتقاكم الاثنين الجاي إن شاء الله. تصبحوا على خير.